السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. نبدا معكم اليوم النهار من الصباح. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لسمير بارك، الا عندنا شي زهر ولقيناه خاوي. تعرفين دابا مع هذا القانون ديال 50% الطاقه الاستيعابيه ديال 50%، حنا مشينا شويه بكري معطلين، داكشي علاش. المهم في يد الله، حنا في يد الله لقيناه مزيان، داكشي اللي بغينا ما لقيناش، نشوفوا شي بلاصه اخرى. تفائلوا خيرا تجدوا، هذا ما نقول لكم. يلا هالبنات، بعدا غادي نجاوبكم على حساب الورقه كل شيء، الاسئله ديالكم، واش موقفكم في الطريق، واش ما كيطلبوش لوتوريزاسيون، واش هذا. انا نقول لكم البنات، لا كاين لي باراج كاينين في الطريق. بالنسبه لينا حنايا فاش من اكادير لكازا ما كاينش لي وقفنا، كاينين البراجات ولكن ما كاينش لي وقفنا. فين لقينا المشكل؟ لقيناه في وسط المدينه، البراج اللي وصلنا ليه ديال البوليس كيشوفوا الماتريكول ديال اكادير، كيوقفونا على حساب الورقه. هذه من جهه. ثاني حاجه، من كازا عاود المارتيل وقفونا حتى واحد، لا وقفونا من كازا المارتيل، لقينا جوج براجات كيوقفوا كيسولوا على لوتوريزاسيون. بالنسبه حنايا لوتوريزاسيون خرجناها في العماله ديال حنايا كاملين، انا راجلي عنده جواز، ولكن جواز ما كيتقبلش حتى يكون دايز على هذا الفاكسان الثاني، لا دوزيام دوز تكون دايز على 15 يوم باش درتيها عاد تتقبل. ما يمكنش تكون مثلا درتي ويلاه داز 3 ايام وتخرجوا، ما يمكن، ما كيقبلوش ليك في الطريق. هذا الشيء اللي شفته غير في واحد القرار خارج، غير حيت الناس بزاف كيكونوا دايرين عندهم جواز ديال الفاكسان، وملي كيجيو كيدوزوا به كيصدقوا مخلصين الخطيه. هذا ما كان المهم، هادي غير بين قوسين نبدا بها، ما حد يتفكر، حيت بزاف كتسولوني بحال هاد الاسئله هادي. هو الاحسن الانسان يمشي للعماله ويخرج الورقه ديالو ويمشي. حنايا درنا غير باش تعرفوا عاوتاني، عندكم ديروا مثلا من اكادير لكازا وانتم والين تمشيو لمدينه اخرى، حنا راه ملي خرجنا درنا فيها من اكادير الحسيمه، يعني باش حتى حنا نعرفوا ما نوحلوش في الطريق، لان ما عارفينش بالضبط فين غادي نمشيو، اش من مدينه. اللهم قلنا نديرو من هنا للحسيمه، حتى الا شدوك في الشمال غتقول لهم لا راه انا دايز على هذا الطريق، يعني كل الطرق تؤدي الى روما. واخا هي الحسيمه من هذا من وجد اقرب، ولكن حتى الا شدوك هنا ما غاديش يحبسوك تقول لي لا راه انا جيت على هذه الطريقه، ولا لا راه انا كنت في هذه المدينه، لان عندك من اكادير الحسيمه ما يمكنش يحكم عليك هو. هذا ما كان، هذه غير باش تردوا ليها البال. اكثر حاجه عجبتني في الشمال اون جينيرال، سوا تطوان سوا جميع المدن، هو النقاء. كتمتاز هذه المدن هذه بالنقاء ديالها. واللي لفت انتباهي اكثر هو انه المدينه نقيه، ولكن حتى الناس الانعاش كثار، ماشي تبارك الله عرفتي غير شارع واحد كتلقى سواع اليمين سواع اليسار، تقريبا كل متر جوج متر كتلقى واحد او لا وحده كاينين. وهاد القضيه رديت ليها البال حتى في كاستياخو، نورمالمون مولف هو كاع كيكون موسخ، وهذا هاد الخطره واخا هو خاوي ولكن كاينين الناس خدامين بزاف. وهذه حاجه زوينه في الناس ديال الشمال، يعني المدينه ديالهم نقيه 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 بزاف، والناس حتى هما تيعاونوا صراحه الله في النقاء. ما كيبانش ليك شي واحد كيلوح البوبيل في الارض ولا الا البراني، وهذه صراحه رضينا لها البال. وكي قلت لكم عاوتاني، حتى الناس اللي مسيرين المدينه خدامين، حنا على ما بان لينا، يعني الشيء الاخر ما شفناهش، حنا كنقولوا اللي بان لينا. الناس دايرين، الناس اللي يخدموا واللي يسهروا على النقا ديال المدينه، ماشي بحال مثلا كتلقى مدينه ما فيهاش الناس اللي يخدموا تيقول لك الا حكا راه الناس اللي منقيين. ايه الناس كيساهموا في الحفاظ على الجماليه ديال المدينه، ولكن خص ضروري واحد اللي كيسهر على النظافه ديالها. وهذه زعما شابو للناس ديال الشمال والمناظر عندهم. انا علاش قلت لكم الناس اللي ناويين يمشيو وصافي دايرين بروغرام انهم يمشيو للشمال، من الاحسن يقلبوا على تسع في المضيق احسن، ولا كابو نيغرو، هاد جوج بلايص نوصيكم بهم احسن من مارتيل. مارتيل الله راه غير مديه الشنعه على والو، ما فيها ما يتشاف. وتاني حاجه البحر ديال الشمال ايفيتي، لان لي ميدوس دايرين فيه حاله. كنا دايرين بروغرام نمشيو، ولكن للاسف بسبب لي ميدوس درنا بالناقص.
صافي هنايا وصلنا لسمير بارك. في الدخله ديالو ملي كتدخلوا كاين واحد البارك فيه العاب مختلفه، وعاوتاني حاجه واحده اللي زوينه عندهم انهم ما تيمنعوش الناس ديال البوركيني انهم يعوموا، ما تيمنعوش المحجبات عكس مدينه كازا ومدينه مراكش. دائما البيسي اللي مشيت لي اكواتيك تيقول لك لا سمحي لنا المراه المحجبه لا ممنوعه، او لا الناس كاع كاينين الناس كاع اللي ما دايرينش الفولار وكيبيعوا بالبوركيني ما تيلقاوش انهم يعوموا، تيقول لك لا كيستيون ديال ليجين، مع العلم ان توب باش مصايب مايو دو بيس هو باش مصايب البوركيني نفس الحاجه، ولكن للاسف هذا واقع ديال هاد جوج المدن. ما فهمتش انا هادي واش حنا كاينين في بلد اسلامي ولا فين كاينين. والدول الاوروبيه الا مشيتي ما كيتحكموش فيك، ما يخلوكش ما يحبسوكش انك تعوم، هما كيقول لك غير البيجامات وداكشي اللي لا، اما الا لابس البوركيني تتبقى حريه شخصيه ديال. المهم كيكون اللبس ديالك خاص بالسباحه. ثاني حاجه ليسباس سمير بارك الله يعطي الصحه اللي داروا، زعما واحد ليسباس لي كبير بزاف، هانتوما كيف ما كتشوفوا تبارك الله لي بيسين هو عامر تبارك الله، ولكن الفضاء كان كبير بزاف لدرجه ما تيبانش ديك العموريه ديالو. راه غير لي بيسين عاديين ما فيهمش لي طوبوغو ما فيهم والو، كاينين جوج قدهم قداش كبارين، والغرق فيه واصل حتى لجوج متر، جوج متر وربعين حتى لهاد الحد، يعني كاين من الصغير للكبار. عاد هاد لي سباس هذا اللي في هاد الشنب هذا خاص بالدراري الصغار، بعدا غير لي سباس ديال الدراري الصغار شحال من شكل ديال لي طوبوغون فيه، يعني عندهم فين يلعبوا. وكاين تقريبا من ديك عام حتى لديك 8 سنين تقريبا 6 سنين. عاد كاينين عاوتاني في البلايص اخرين هاد لي طوبوغو اللي زوينين 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 بزاف، شي حاجه مختلفه. هادوك لي بوي اللي كيبانوا لكم الناس هازين هادوك في السفرين حتى هما كاينين العاب خاصين بهم، خصوصا هادي هي صعيبه شويه، ولكن شي حاجه اللي جديده وشي حاجه اللي واعره بزاف بزاف. غزاله كتنزلي فيها انتوما بالجهد باش كتنزلي كتبقاي طلعي، وهذا والله الا قاصحه عرفتي ملي كتهبطوا في شي هبطه كتكوني في الطوموبيل وكتهبطي في شي هبطه هكا كتحسي بالكرش ديالك، لان هادي لعبتها. كاين عاوتاني هاد الشكل الاخر هاد الزرقاء هادي حتى هي كتهبطي بها بالبوي. كاينين عاوتاني شي وحدين من الهي ما صورتهمش لكم. المهم كاين واحد لو شوا كبير، والبارك راه ما شاء الله واحد المساحه كبيره. هنايا هادي هي اللقطه اللي قلت لكم ركبنا في هاد اللعيبه هادي، هنا كنستعد باش انني نطلع في لابوي انا وبنتي اللي مشي سكت ليها القلب، ولكن والله الا صعيبه شويه. واخا كنت بغيت نعاودها ولكن ما لقيتش معاه من هي في الاول كتجي صعيبه، اي لعبه في الاول بحكم انك كتكون ما مجرباش كتجي شويه صعيبه. نخليكم مع هاد اللقطه تشبعوا ضحك علينا، خصوصا انا صراحه انا شنو درت غمضت عينيا وحبست بحال هاد الحالات ما تنغوطش، ولكن بنتي عطات على الغوط ديال بصح. بنات ما بقيت صورت معكم من لابيسين، صافي جينا دوشنا عرفتي شويه سخون الحال. المهم كي قلت لكم دوشنا انا شدات فيا الشمس، واخا زعما ليكرون كلشي بالكن واخا هكاك شدات فيا الشمس. دخلنا دوشنا كي قلت لكم بدلنا، ودابا خارجين باش نشوفو ناكلو شي حاجه، راه ظلام ديجا الحال. بالنسبه للاثمنه البنات بدا واحد الحاجه نقولها، كيف ما غيبان لكم عرفتي غزال داك لي سباس زوين، الناس اللي غي يجيو لهنايا سوا كابو نيغرو ولا المدياق ولا مارتيل، هو انا ننصحكم انا من وجهه نظري يستحسن انكم سوا تمشيو لكابو نيغرو ولا المدياق، صراحه تما زوين فيه ما يتشاف احسن من مارتيل. مارتيل عامر 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 بزاف، حتى المدياق عامر، ولكن كاين ما يتشاف، كاين فين تاكلوا الماكله في المدياق احسن من هنايا. داكشي علاش ننصحكم انا تمشيو ليه كابو نيغرو. خلاص هذا كابو نيغرو راه لا يعلى عليه، المشكل ديال هاد جوج بلايص هو كتلقاوهم عامرين دغيا تيعمروا، هذا هو المشكل.
مارتيل مارتيل شويه مسخه واخا هكاك هي زوينه ونلقى في الارض وهذا، ولكن ما عرفتش كتجيني شويه ماشي تالهي. المهم بالنسبه كي قلت لكم لي سباس كبير بزاف، الا جينا نقارنوه مع البلايص اللي عندنا في اكادير، لي بارك اكواتيك هنا كبير كبير بزاف، عرفتي تبارك الله ما شاء الله لي سباس قدو قداش. كاين دي زاكتيفيتي بزاف، كاينين دي توبوغون شكال اللي ما عندناش حنا في اكادير. المهم زوين، ولي بري ديالوه دابا راه في لاوت سيزون دايرين الكبار 150 درهم والصغار 80 درهم، ولا شديتي لي ترونزات كتخلصي 10 درهم الوحده، 20 درهم الوحده. وخلاص كاينه واحد اللعبه راه صورتها لكم، هذيك كتلعبوا بالبوي كتركبوا فيها، كاينه انديفيديوال وكاينه ديال جوج د الناس. هذيك انديفيديوال هذيك ديال واحد ب 25 وديال جوج ب 50، كتطلعي زعما شي العاب غزالين غزالين غزالين. عجبتني انا صراحه، عجبتني بزاف بزاف، شي حاجه مختلفه على اللي عاهدنا حنا في اكادير. وكي قلت لكم حتى لي بخي راه تبارك الله زوينين بزاف بارابور للبلايص الاخرين، راه ناقصين. هادشي اللي عجبني فيه يعني راه تمشي وتعاودي وتمشي وتعاودي، داكشي اش قلت لكم الا جيتو ضروري ضروري خصكم تجيبو فيه دويرة، غادي يعجبكم ان شاء الله. صافي هنايا غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليت لكم الراحه، في امان الله، السلام عليكم.